بفرنساي حاجر يو بيتنبرت بمتبالوها بباريس بتعم تدناكي كم يبالوت ايتاوش مكاكل يأفل سمايت اكاس حاولتن دمالتنو عندونو يه ليو كرتيا لو يبرت عاتم حاولت يتسرعو لاسراس منت سماني ازدين نيرو بياكوتاتر يباريس اكزبشن اندي هون تبلو نبر كومتو صوص مدو هيا ميترنو وانن يوم هنديسنا مسارتاويو يديزاين ندافي ايفل جوستاف كاسراسمنت سلاساولت سكاسراسين هاسوست ينورانو ايفل تاور يميلو سيامي انجدي كاسو يوسم يمنجانو مارتنو امريكان هاجر بنيورك يميجينيون ينز انت هولت ستيت اوف ليبرتي ديزاين ندفو يهو مهندسنو ايفل تاور ان هولت ديزاين لماوتات مجمريا بباريس يالو ديزاين اوج اوج بمرو اندي ودادرو ماستاوكي اوتو نبر كتوداددروت مكاكل بوقتو تعلاق نو ميبالللت عند سعادي ميگنيبتال يه سعادي مانم ميبلطن يلمنا يماشنفو اني نني بلو برگطنينت قورتو يتكمته سعادي نبر وتيتو گن اسو اندطبقو الهونم يالگمتهو ديزاينر اشنفه سعاليو بتام تبساچ كبيتو موطات ولو استلاو كقنقن يايفل تاور بباريس سماي گزوف ቅርጹን ሽቅም አዘው እየተንጠራራ ይታይ ጀመር በመጨረሻም ሐውልቱ እጅግ አምሮ ከያቅጣጫው ጎልቶ እንደሚታይ ሆኖ ቆመ ታዲያ ሁሉ ጧጧት ያ ተሸናፊ ሳዓሊ ከቤቱ ሲወጣ ኤፍል ታወር ገዝፎ ቆሞ ያያዋል ይናደዳል ስለዚህ አቅጣጫ ይቀይራል ያ የብረት ሐውልት ግን ከተቀየረው አቅጣጫም ሆኖ ሲያየው በዚያም በኩል አፍጥጦ ያያዋል በቆመበት አቅጣጫ ሁሉ ኤፍል ታወር ይታየዋል ይህን ሐውልት የማላይበት የት ለድረስ ይላል በደፈን ፓሪስ በተለያየ አቅጣጫ ለመዝናናት በሄደ ቁጥር ኤፍል ታወር ብቅ ይላል ሳዓሊው ጨነቀው በየትም አቅጣጫ ቢዞር ሐውልቱን ያያዋል ስለሆነም የመሸነፍ ህመሙን ያስታውሰዋል ለህሊናውም ሁከት ይሆንበታል ቡና እንኳን ለመጠጣት ወጥቶ ኤፍል ታወርን ሳያይ ቡና ቤት መቀመጥ አልቻለም አንድ ቀን ግን አንድ ሐሳብ መጣለት ለምን ከሰማይ ተቀሱ ሐውልት ሰር ያለው ካፌ ሄጄ ቡና አልጠጣ ማለት ፈጥኖም ወደዚያች ካፌ ሄደ ቡናውን አዞ እየጠጣ ሳለ በሁሉ ማቅጣጫ ቢመለከት የኤፍል ታወር ጨርሶ የለም ለመጀመሪያ ጊዜ እፎይ ብሎ ደስ ያለው ቡናውን ጠጣ እነሆ በመጨረሻ ከጠላው እውነት ስር መቀመጡ የተሻለ ሆኖ አገኘው ይገርማል